تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد اليوم من برنامج الظهيرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. نرحب بكم في هذا العدد والذي من خلاله سنقف عند العديد من الملفات، وعلى رأسها الملف الاقتصادي والمتعلق بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر. سنتحدث عنه كأهم المجمعات الصناعية التي تقود وتحرك الآلة الصناعية في البلاد. في ملفنا الثاني الملف الثقافي، سنقف من خلاله عند المدرسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية لنتكلم عن التكوين وعن التخصصات وعن الأهداف التي تسعى إليها هذه المدرسة. في ملفنا الثالث المتعلق بالمجتمع المدني، سنتحدث عن استغلال التكنولوجيا في المحافظة على البيئة والسعي لتحقيق ربما محيط نظيف على جميع الأصعدة. بالإضافة إلى هذه الملفات العديد من التقارير والروبوتاجات والنشرات والمواجيز الإخبارية، فأهلا وسهلا بكم في الظهيرة لنهارنا. أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدي الكريم، في عدد اليوم من برنامج الظهيرة وفي ملفنا الأول الذي خصصناه للجانب الاقتصادي والصناعي بالذات، نتحدث عن المجمع المتعلق بالإسمنت هكذا، لنتحدث عن ربما الإنتاج وما أصبحت تحققه الجزائر في هذا الجانب، وأصبحت أيضا تسعى للتصدير، إذ تعتبر صناعة الإسمنت في بلادنا كإحدى أهم القطاعات المحركة للآلة الصناعية في الجزائر. المجمع أخذ خطوات كبيرة في إنتاج وتصنيع هذه المادة، مادة الإسمنت ومشتقاتها. للحديث عن هذا المجمع وعن الطاقة الإنتاجية وعن الآفاق التي تعول عليها السلطات من خلال تعويلها على هذا المجمع، نسعد باستضافة السيد أسفيران عز الدين، رئيس قسم الشراكة التسويق التجارة والاتصال بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة، ونقول مساء الخير للمشاهدين الكرام. شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. إذن كما قلنا نتحدث عن مجمع يعد من أهم المجمعات الصناعية على مستوى البلاد، وأصبح حقيقة يحقق تلك الحركية في القطاع الصناعي على مستوى البلاد، ولكن نتحدث عن كما قلت المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا. في البداية لو تضعنا وتضع الجمهور الكريم في التعريف بهذا المجمع وما هي أهم ربما فروعه وأيضا الطاقة الإنتاجية لهذا المجمع. في الأول يعني المجمع الصناعي لإسمنت الجزائري يعني جيكا مؤسسة مكونة من 23 فرع، عندنا 14 فرع في إنتاج الإسمنت، إنتاج مصانع إسمنت من يعني عبر التراب الوطني من بني صف حتى التبسة، يعني في كل ولايات تقريبا عندنا مصنع اسمنت هنا في عبر التراب الوطني. عندنا ثلاث فروع يعني في انتاج الخرسانه والحصى، عندنا فرعين في يعني الصيانه الصناعيه، عندنا شركتين تاع صيانه صناعيه، عندنا مركز التكوين للموارد البشريه، صدر تكوين الاطارات وتكوين العمال تاعنا في هذا يعني المركز التكوين، عندنا مكتب دراسات اللي يقوم بالدراسات الطوبوغرافيا الجيولوجيا يعني التحاليل للمواد البناء، عندنا شركه توزيع المواد البناء اللي توزع كل مواد البناء يعني من الاسمنت الى الحديد الى الخزف الصحي، يعني كل المواد المتعلقه بالبناء في ما يعني مجال البناء. عندنا شركه حراسه، وهذو هما الفروع تاع المجمع. نعم، كل ما يتعلق بالمجمع في فروعه التي ذكرتها. إذا نتحدث عن هذا المجمع لأنه كما قلنا أصبح فيه رهان من طرف السلطات العليا على مثل هكذا مجمعات، في
ربما تقليص فاتورة الاستيراد، وأيضا يعني كسبيل لجلب العملة الصعبة خارج إطار المحروقات. لو نتحدث الآن عن الطاقة الإنتاجية لهذا المجمع وكيف تطورت في هذه السنوات الأخيرة حتى أصبحنا نتحدث عن التصدير، وسنأتي للحديث عنه كنقطة ونفصل فيها السيد عز الدين. يعني الطاقة الإنتاجية الحالية للمجمع هي 19 مليون طن، وفي 2014 كنا حوالي 11 مليون ونصف. صدر من 11 مليون ونصف أصبح المجمع بفضل يعني الاستراتيجية التي وضعتها السلطات العمومية لاستثمار في هذا المجال، وفتحت أمام المجال للاستثمار للخواص. يعني كاين خواص استثمروا في هذا المجال، والمجمع اصبحت الطاقه نتاعو 19 مليون طن، وحنا الرائد على كل في السوق الوطنيه. سي المجمع جيكا هو الرائد حاليا، صدر بالطاقه نتاعو الانتاجيه اصبح هو الرائد. يعني الطاقه الاجماليه الان للوطن صدر الجزائر صدر السوق الداخليه، السوق الداخليه حوالي 39 مليون طن، والمجمع عنده 19 مليون طن، حوالي 50% من الطاقه الانتاجيه الوطنيه. نعم 50 او يفوق بقليل 50%. قبل ان اتي العديد من النقاط ربما التفصيليه في هذا المجمع وما يتعلق به، الاكيد ان هذه الماده تعتمد على مواد اوليه، تحتاج الى ربما كما قلت البحث والتنقيب وتحديد هذه الاماكن لانتاج هذه الماده. المجمع كيف يفكر ربما في البحث والاستثمار في هذه المواد الأولية على المستوى الوطني حتى يضمن التمويل للسوق الداخلية وبعد ذلك الحديث عن الأسواق الخارجية؟ تكلم عن المادة الأولية بالنسبة إليكم، كيف يعني توفرونها، كيف تتعاملون معها؟ يعني المواد الأولية نبدأ برخصة الاستكشاف من عند الوكالة الوطنية للمناجم اللي تابعة لوزارة الطاقة والمناجم، هي تعطينا الرخصة ونديروا استكشاف، والاستكشاف هو نديروه عبر الشركة نتاعنا نتاع الدراسات، المكتب نتاعنا نتاع الدراسات اللي المقر نتاعو جاي في بومرداس، هو اللي يعمل الاستكشاف، هو اللي يقول لنا يقيم شحال كاين المخزون تاع المادة الأولية اللي نقدروا نعملوا عليها يعني الاستثمار في بناء المصنع اسمنت ولا اي مصنع واحد اخر. صادر لازم مقبل نكونوا على بالنا شحال كاين المخزون باش نقدروا نعملوا الاستثمار. نعم وحنا هادو كامل بالطاقات بالكفاءات الجزائريه، صادر المهندسين التقنيين يعني كل سي جزائريين، وفي مكتب تاعنا تاع الدراسات. نعم على مستوى الجزائر هذه المواد الاوليه او المصانع تنشا يعني حيثما توجد المواد الأولية. نعم. على المستوى الوطني هل يعني موجود المادة الأولية متوفرة الآن بأحجام فيما يتعلق بالمستقبل؟ لأنه سنأتي لنتحدث عن المشاريع الكبرى المفتوحة على مستوى الجزائر وأيضا الرهان على المجمع. هل المادة الأولية بمعنى الآن موجودة متوفرة، الجزائر تزخر بهذه المواد؟ بعض المواد الجزائر تسخر بعض المواد، الوطن تاعنا يسخر بعض المواد، انه صدر المصانع اللي عملناها باش نعملوا الاستثمار لازم يكون يعني المخزون يكون لاباس به باش نقدروا نعملوا الاستثمار. نعم. ما تكونش مده قصيره تاع يعني ما يكونش بزاف المخزون ونديروا الاستثمار. الاستثمار نديروه كي يكون يعني الماده متوفره باحجام سنوات، هي نعم. كاين المدى المتوسط والبعيد. بارك الله فيك. باش نقدروا نعملوا الاستثمار، كي عملنا الاستثمار والمواد هذو موجوده. انا قلت لك عندنا مصنع في بني صاف، عندنا مصنع في زهانه، عندنا مصنع في سعيده، عندنا مصنع في شلف، عندنا مصنع في سلغزلان، عندنا مصنع في مفتاح، عندنا مصنع في سطيف، في ام البواقي، في تبسه، في حجر السود، الولايات الشماليه كل تقريبا الولايات عندنا، وعندنا حتى في بشار في الصوره. عندنا نعم. مصنع في بشار للولايات الجنوبيه جنوب الغربي. يعني باش نمولوا الجهه الجنوبيه للغرب، الجنوب الغربي للجزائر، يعني نعم. باش نمولوه من هذا يعني المصنع اسمنت بشار، احنا نقولوا له الثوره، مصنع الثوره. نعم لو نحدث الان عندما نستمع الى مصطلح جيكا نذهب مباشره الى الاسمنت، والاكيد ان المجمع ينتج الاسمنت ومشتقاته او الاسمنت بعده انواعه، ما هي طبيعه المواد التي ينتج هذا المجمع ويجدها الآن في الأسواق سيد أستين؟ ننتج يعني في المجمع ينتج عدة أصناف من الإسمنت. إسمنت نعم. وننتج أيضا يعني الخرسانة والحصى، الحصى للبناء، صدر عندنا شركات مختصين في الخرسانة والحصى.
وعندنا يعني التنويع المنتوج، صدر المجمع ينتج عبر الفروع تاعو ينتج انواع من الاسمنت، ننتج الاسمنت يعني اللي عنده اسم تسميه جيكا بنيان، عندنا يعني اللي عنده المقاومه تاعو 32.5، هذا الاشغال يعني تلباس والبنايات، وعندنا جيكا بيتون يعني 42.5، هذا يعني عنده مقاومة أكثر من 32.5، وعندنا 52.5 الإنجازات الكبرى يعني الضخمة، صدر السدود والجسور، نعم نعم، وعندنا يعني الإسمنت المضاد للأملاح، هذا نستعملوه خاصة في المنشآت في البحر ولا في الجنوب وين الأراضي فيها شوية أملاح، هذا لازم يقاوم يعني الطبيعة تاع يعني الأرض، دونك هذا يديروه يستعملوه في هذا المجال هذايا. وعندنا الإسمنت البترولي اللي انتجناه في 2019. نعم، قبل ان ناتي الى مساله يعني هذا النوع انتاج الاسمنت البترولي، هذه الانواع التي ذكرتها هل فيه طلب على المستوى الوطني لكل هذه الانواع وبالتالي المجمع يوفرها للسوق الداخليه، ام ان فيه كثير من الانواع سات يعني تسوق خارج الجزائر؟ كاين يعني هذه الانواع كامل حنا ننتجوها ومستعمله حسب يعني الطالب، ماهيش مستعمله بنفس يعني الدرجه، كاين اللي يطلبوها كثير هو 42.5، ولكن نسوقوا الاخر بكميات اقل ولكن يتسوق في الجزائر. في الجزائر كل واحد حسب الطالب تاعو، كل زبون حسب الطالب تاعو. نعم اكيد، نعم كل مشروع له خصوصيته. بالحديث عن هذا النوع الذي ذكرته انتاج الاسمنت البترولي، هكذا في سنه 2019 بدا المجمع ينتج هذا النوع من الاسمنت، ما هي طبيعه هذا النوع و ايضا هذه الخطوه التي خطاها المجمع في انتاج هذا النوع من الاسمنت، كيف ينعكس على ربما مردوديه المجمع ككل؟ يعني هذا الاسمنت هذايا شفنا يعني فيه طلب في الاعمال الابار اللي صونا تراك صدر يستعملوه وكان يستوردوه. حنا قلنا علاش ما نصنعوهش هنا في الجزائر، منتوج في الجزائر. رحنا اخترنا يعني فرع من فروع جيكا وقلنا عين كبيره هي تكفل بهذا الانتاج، وفي قدر استطعنا باش ننتجوه في عين كبيره ولايه سطيف، الشركه تاعنا تاع ولايه سطيف يعني مصنع الاسمنت تاع عين كبيره، قدرنا نصنعوا هذا الاسمنت ونسوقوه هنا، نسوقوه بكميات ورايحين يعني مازلنا نعملوا باش نقدروا نصدروه ونقدروا نلبيو الطلب يعني تاع كامل الطالب هنا في على المستوى الوطني، نقدروا نلبيوه في هذا النوع من الاسمنت. وعندنا المطابقه تاعو اللي يمدها يعني مكتب امريكي اللي هو الاي بي اي يعني الامريكان بتروليوم انستيتيوت، هو اللي يعطيك يعني المطابقه باش تقدر تسوق. وهذه المشاهده هذه الشهاده جبناها وعندنا وانا نسوقوا هنا في بعض الشركات هنا في الجنوب، نسوق لهم من هذا المنتوج هذا منتج. والاكيد كل شيء ربما لا يتم استيراده يعتبر مكسب بالنسبه لي الجزائر. الاكيد انه عندما نتحدث عن مجمع بهذا الحجم لا نتحدث عن الانتاج فقط، نتحدث ربما السلسلة الإنتاجية من المواد الأولية إلى الإنتاج إلى التسويق النقل وفي جانب آخر الترويج، هل هذه السلسلة كلها متحكم فيها على مستوى المجمع؟ وبمعنى هل الكفاءة الجزائرية 100% في كل هذه السلسلة الإنتاجية من المواد الأولية إلى وصولها إلى السوق سيد عزيز؟ يعني نعطيك كل هذا بفضل الكفاءات الجزائريه من يعني الاستكشاف تاع المواد الاوليه حتى يعني الاستغلال تاعها حتى تحويلها حتى التسويق حتى يعني كل سلسله 100% جزائريه. نعم، مع ان حتى تدخل من يعني الخبره الاجنبيه او كلها يعني بكفاءات جزائريه وبيعني فضل الاطارات اللي تخرجوا من الجامعات الجزائريه، مع ان حتى يعني كل هذا في 100% جزائري. وهذا يعود الفضل الى ربما يعني
مركز التكوين، هكذا لكم مركز التكوين على مستوى المؤسسة، يعني على نعم مستوى المجمع أيضا، يعني يعتني بهذا الجانب وتكوين الكوادر في مختلف ربما الزوايا المجالات. والمجالات. أوكي. لو نتكلم عن التكوين أيضا على مستوى المجمع سيدة. نعم، احنا صدرنا نعي يعني أهمية كبيرة الموارد للتكوين، البشرية، نعم وكاين تكوين يعني رسكلة يعني الإطارات، العمال، كل نعم واحد في المجال تاعو يروح للمركز هذايا يدير يعمل دورة تكوينية تكوينية، وباش يحسن يعني القدرات تاعو والكفاءات تاعو. مجمع بمثل هذا الحجم بمثل هذا الرهان يعتمد كثيرا على التكنولوجيا الآن والرقمنة وما وصل إليه العالم في هذا الجانب. هل المجمع أيضا بالنسبة له التحكم في التكنولوجيا والتكنولوجيا الدقيقة أصبح يعني بسهولة ويفتح له آفاق للإنتاج أكثر في المستقبل بالاعتماد على هذه التكنولوجيا؟ هل أصبحتم تتحكمون فيها يعني لدرجة كبيرة جدا نعم، سيد أزدي؟ يعني نعم فهنالك مهندسين اعلاميين، وهنالك مهندسين الكترونيك، وهنالك مهندسين تاع يعني الاوتوماتيزم. نعم الاوتوماتيزم عندنا كل الكفاءات، صدر جميل التكنولوجيا بالنسبه يعني لينا في داخل المجمع ما فيش حتى مشكل، صدر متحكم فيها يعني الى بصورة درجه كبيرة جدا. يعني عاليه، ما فيش مشكل. كاين فيها الات يمشوا بليزوتومات يعني متحكمين فيهم يعني المهندسين الجزائريين تاعنا اللي راهم في المؤسسه. نعم السيد أسفران عز الدين رئيس قسم الشراكات تسويق التجارة والاتصال بمجمع جيكا، سنعود إليك بعد قليل لنواصل العديد من النقاط المتعلقة بهذا المجمع مشاهدي الكرام إلى موجز لأهم الأنباء بعد ذلك، نعود فابقوا معنا. تمام الثالثة بتوقيت الجزائر، موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية غانا السيد نانا كويسي أرهين الذي أدى له زيارة وداع. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير جمهورية غانا بالتصريح التالي: التقيت برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومن واجبي بصفة سفيرا لجمهورية غانا في الجزائر أنا لا أعتبرها زيارة وداع باعتبارنا شعب واحد. كنت سعيدا بالحديث عن العلاقات الثنائية وضرورة ترقيتها في كل المجالات. أنا أؤيد رأي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر دولة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا. أنا أدعم رأي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر دولة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا. أريد القول هنا أن الجزائر مضيافة حكومة وشعبا، وأنا ممتن للدعم الذي قدم لي وأنا أمارس مهامي كسفير لدولتي وعلى أكمل وجه. سوف أعود إلى وطني غانا محتفظا بصورة جميلة للجزائر في ذهني. أتمنى أن أرى الجزائر دولة محورية في تنمية إفريقيا اقتصاديا. في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي. بالمناسبة ترأس العمامرة جلسة عمل بين وفدي الجانبين تم خلالها استعراض الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها الجزائر لاستقبال الوفود العربية. من جانبه أعرب الأمين العام المساعد حسام زكي عن امتنان أمانة الجامعات العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من إمكانيات وتسهيلات لإنجاح القمة.
واستعدادا لتغطية إعلامية نوعية في مستوى الحدث للقمة العربية المقبلة بالجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر القادم. قام أمس مدير اتحاد إذاعة الدول العربية سليمان عبد الرحيم بزيارة إلى مختلف القاعات والفضاءات الإعلامية المسخرة للتغطية الإعلامية لمجريات أشغال القمة عبد الرحيم الذي كان مرفوقا بمديري المؤسسات الإعلامية للإذاعة والتلفزيون والبث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة. أشاد بالإمكانات التي وفرها المركز الإعلامي لفائدة الإعلاميين المكلفين بتغطية الحدث. حقيقة بدون مجاملة نعتبر ما شفناه اليوم وشهدناه اليوم يعني في قمة المهنية وقمة الروعة، مركز إعلامي متميز ليس فقط في مساحاته وفي ظروفه العادية ولكن في التجهيزات اللي موجودة فيه. التجهيزات تشمل استديوهات إذاعية تلفزيونية، مراكز عمل بالنسبة للسوشيال ميديا، بالنسبة للترتيبات اللوجستية كلها، وكذلك استعداد لاستقبال كل الدول العربية، طواغم الدول العربية اللي حيخدموا هذه القمة. نحن كاتحاد مع هذه المؤسسات سنتولى تغطية القمة العربية للبلدان العربية وكذلك لمختلف بلدان العالم. سيكون هناك إمكانيات زي ما قلت، الجزائر وفرتها كبيرة، الاتحاد إذاعة الدول العربية كذلك سيوفر قنوات على الأغمار الصناعية وعلى شبكة المينوس وعلى منصة الحاسوبية الكلاود، ومتأكدين أن هذه القمة ستشهد تغطية كبيرة متميزة بسبب هذه التجهيزات الكبيرة. المركز الإعلامي احنا غطينا كاتحاد، غطينا قمم سابقة تقريبا أكثر من 20 قمة، لم نشهد مركز إعلامي بهذه المهنية، بهذه الروعة، بهذه التجهيزات الكبيرة الموجودة. كل ما طلبناه متوفر وأكثر في هذا المركز. نتمنى طبعا، هذا ليس بغريب على بلد مثل الجزائر، بلد لها تاريخ، لها يعني عمق كبير جدا، ولها تجربة في تغطية هذه الأحداث الكبيرة، ومتأكدين إن شاء الله بالتعاون معهم ستكون هناك قمة متميزة من ناحية التغطية الإعلامية، ونتمنى كذلك تكون من النواحي الأخرى المهمة لهذا الحدث المهم. شكرا. في التعاون تعقد اليوم بالجزائر العاصمة دورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، ويترأس الدورة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مناصفة مع وزير الفلاحة للفيدرالية الروسية ديمتري باتروشاف. وقد سبقت انعقاد الدورة اجتماعات تقنية على مستوى خبراء البلدين، ويهدف اجتماع اليوم إلى تقييم التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في موسكو وسبل ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشتركة. وتعزيزا لفرص الاستثمار والشراكة بين الجزائر وكوبا، نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم بالعاصمة يوما إعلاميا حول السوق الكوبية، حيث تم استعراض مناخ الأعمال بها وما تقدمه للمستثمرين الجزائريين في مختلف المجالات. اليوم ركزنا مجلس رجال أعمال جزائري كوبي يهدف إلى تطوير عدة قطاعات، منها قطاع الصيدلة، قطاع المواد الغذائية التحويلية وغيرها من المواد التي معناها تشهد وفرة في السوق الجزائري. كذلك نهدف إلى تطوير بعض العلاقات، عندهم خبرة كبيرة في مجال السياحة، عندهم خبرة كبيرة في مجال الطب والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن نطورها مع الشعب الكوبي الصديق. وبهذه المناسبة سنتمكن من تحديد المشاريع المشتركة واتخاذ الإجراءات لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في خدمة رفاهية الشعب. ستتاح لنا الفرصة لتبادل ومواصلة تعميق
الإمكانات المتواجدة والموجودة في البلدين، مع التركيز اليوم على إظهار إمكانياتهما للعالم. الجزائر وكوبا تتجهان لفتح الأسواق جديدة ولتطلع كبير بكل قواتها إلى العالم اليوم. تحت إشراف وزارة العدل وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اختتم اليوم البرنامج المتعلق بمشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. اللقاء أشرف عليه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وممثل عن وزارة الخارجية وممثلين عن الحركة الجمعوية والمجتمع المدني. برنامج هذا المهمة تاعو هو أننا تساعد البرنامج الإنمائي البنود يساعد الإطارات قطاع السجون في تحسين الأداء تاعهم واكتساب كفاءات في التكفل بالمحبوسين عند تنفيذ برنامج سياسة إعادة الإدماج. نطمح لشراكة على المدى الطويل. نحن فخورون جدا لتقاسمنا هذه التجربة مع الجزائر كما نتقاسمها مع دول أخرى إفريقية وعربية، ونحن بصدد التحضير لإطلاق برنامج آخر جديد للشراكة مع وزارة العدل، وتدخل في إطار استراتيجية الشراكة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD مع الحكومة الجزائرية 2023-2027. أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم عن إطلاق مخطط وطني استراتيجي لمكافحة داء الكلب يمتد من 2023 إلى 2027، يهدف إلى القضاء نهائياً على الداء مع حلول 2030، وذلك خلال إشرافه على يوم دراسي إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب بحضور القطاعات المعنية وممثلين عن المنظمات الدولية تحت شعار داء الكلب صحة واحدة. الجزائر ظلت ولا تزال منذ عدة قرون تعبئ جهودها باستمرار لمكافحة انتشار هذا الداء الذي يمكن وقايته عن طريق اللقاحات، والذي دائما ما يكون قاتلا بمجرد ظهور الأعراض السريرية. في هذا الإطار وضعت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة داء الكلب في الجزائر للفترة ما بين 23 و 2027، والذي بدأته بالتعاون مع ما يسمى Global Alliance for Rabies Control، التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب. في إطار مكافحة الجريمة، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف شبكات إجرامية تمتهن للتجارة بالمخدرات تتكون من 4 أشخاص من بينهم امرأة. تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري بالوادي من حجز 4 سيارات وتوقيف وتفكير شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أفراد، من بينهم امرأة كلهم مسبوقين قضائيا، من بينهم شخصين محل عدة أوامر بالقبض. مكنت هذه العملية من حجز كمية من المخدرات الصلبة تقدر ب 53 غرام، مبلغ مالي يقدر ب 120,500 دينار جزائري، كمية من المشروبات الكحولية، كما تم استرجاع عدد من الهواتف النقالة. هذه الشبكة مختصة في تهريب والمتاجرة بالمخدرات بمختلف أنواعها. بعد تفعيل عنصر التحري والاستعلام، تم وضع خطة محكمة من أجل تحديد تواجد أماكن أفراد هذه الشبكة التي تنشط بإقليم اختصاص ولاية الوادي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشبوهين أمام الجهات القضائية المختصة. في الرياضة، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1 في مباراة ودية تحضيرية سهرة أمس بملعب ميلود هدفي بوهران، وسجل هدف الخضر كل من رياض محرز في الدقيقة 41 عن طريق ضربة جزاء، ويوسف عطال في الدقيقة 61، فيما سجل هدف نيجيريا الوحيد اللاعب تيريم موفي في الدقيقة 9، ويعد هذا الانتصار 5 على التوالي لمحاربي الصحراء في المباريات الرسمية والودية.
وشكرا على المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. بين الصورة والقلم وفي دروب الأحداث يصنع الخبر. نقرأ الحاضر، نغوص في تفاصيل الأخبار، لننقل لك المعلومة بكل احترافية ونصل إليك أينما كنت. نواكب المستجدات، نعيش معكم على وقع الأفراح والإنجازات، نقف عند البطولات ونوثق أقوى اللحظات، نجول بك في أروقة السياسة، نفتح نافذة على العالم لتكتمل الصورة لديك، نحلل، نتقصى، نبحث بين السطور، نسابق الزمن لترى، تسمع وتعرف. الإخبارية الجزائرية عينك الثالثة.
كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يومياً من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم من جديد، دائما مع برنامج الظاهرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، ونواصل الحديث عن ملفنا أو فيما يتعلق بالملف الأول، الملف الاقتصادي في شقه الصناعي. ونتحدث عن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا، ونتكلم عن هذه الخطوات الكبرى التي قطعها هذا المجمع سواء في الإنتاج والتسويق وأيضا التصدير. ويحضر معنا عن المجمع السيد أسفيران عز الدين، رئيس قسم الشراكة التسويق والتجارة والاتصال بهذا المجمع، مجمع جيكا. فأهلا وسهلا بك سيد عز الدين من جديد. كنا تحدثنا العديد من النقاط، طبيعة هذا المجمع وما ينتجه، وطبيعة أيضا أنواع الإسمنت التي ينتجها. في حديث الآن عن ربما التسويق وقيمة الصادرات لهذا المجمع، وحتى خطاب رئيس الجمهورية مؤخرا تحدث عن تصدير الإسمنت خارج الجزائر، وتحولنا من نقطة ربما الاستيراد، الآن نحن في مرحلة التصدير، والمجمع الأكيد أنه له نسبة كبيرة جدا في إنتاج وتسويق هذه المادة. سي عز الدين، يعني قبل ما نعطيك الارقام يعني تاع قيمه الصادرات، نقدر نعاود نهضر شويه على التاريخ تاع يعني تاعنا في مجال الاسمنت الوطني، تاريخ الجزائر في مجال الاسمنت هذا. يعني لوحظ في السنوات الماضيه قبل 2018 خاصه، يعني كانت نودره في الماده، لهذا اللي كان يعني واحد الوقت اتخذ قرار باش من السلطات العموميه تصدر باش يديروا استثمارات في هذا المجال، باش نحيوا من حده الندره هذه اللي كانت يعني الندره اللي كانت تعطل العديد من المشاريع، وكان فيه مضاربه، وفيه يعني فيه اشياء كثيره كانت تنتج على هذه، هي فيها المضاربه، فيها نقص في التموين للمؤسسات باش يكملوا المشاريع تاعهم، تعطل المشاريع. نعم، يعني من بعد السلطات العموميه اتخذت القرار باش يعني نديروا الاستثمارات هذو. كي درنا الاستثمارات هذو في 2018 لحقنا يعني للاكتفاء الذاتي، يعني 2017 اواخر 2017 لحقنا الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني. جميل. وكان هنالك يعني زياده في التضخم، يعني طاقه انتاجيه اكثر. قدرنا هذيك يعني نصدروه. جميل. تم في فائض، في فائض في الانتاج. نعم، كان فائض هذاك قدرنا نخرجوا به للتصدير، صدرنا منه يعني نسبة. كميه نسبه. نعطيك يعني النسبه كيفاش بدينا في 2018. احنا بالنسبه للمجمع، نهضر على المجمع، يعني المجمع العمومي هذا الصناعي، صناعي لإسمنت الجزائر. يعني بدينا بكميه صغيره 272 الف طن، في خلال خمس سنوات ضعفنا هذا يعني الحجم بعشر مرات. رانا هاد العميله هاد الساعه رانا في 2 ملايين و500 الف طن مصدرناها، ومازال يعني نطمحوا باش نلحقوا في اواخر السنه بالك 3 ملايين او اكثر، نتجاوز هاد 3 ملايين طن غير للمجمع، ماشي نهضر على المستوى الوطني، كنا نهضروا على يعني كل المتعاملين، بالك الجزائر تولي تلحق 9 ملايين طن صدرناها، 9 ملايين طن ولا 10، ما بين 9 و10 على حسب يعني الارقام اللي كاينين، بالك الجزائر تصبح في 9 ملايين او 10 ملايين طن مصدره الى الخارج. خارج، نعم. العام اللي فات السنه الماضيه لحقنا 6 ملايين و200. شوف يعني كيفاش انا الزياده بارك الله فيك، يعني الكميه اللي رانا نصدروا فيها كنا في 6 ملايين و200، راح نلحقوا 9 ملايين ولا 10 ملايين، صدر بين 9 و10 ملايين طن لسنه 2022. نعم، والمجمع له حوالي 2 مليون من هذه النسبه، عندنا 2.5 بلكنا نلحقوا 3 ملايين، يعني واحد حوالي قريب نقولوا 30% من هذه الكميه هذه، من هذه النسبه. نعم، باعتقادك الى ماذا يرجع هذا، ربما هذه القفزه في هذا الانتاج الكبير؟ هل يرجع ربما الى الاراده فقط، ام الى ربما السلطات وفرت ما يجب توفيره من تسهيلات
من تحرير العقار الصناعي، بمعنى إلى ماذا يعود هذا باعتقادك؟ إلى ماذا يعود هذا؟ هذا يعود إلى تضافر الجهود، كل يعني كل واحد في القطاع في القطاع تاعو، يعني نهضروا على الجمارك، نهضروا على الموانئ، نهضروا على يعني وزارة التجارة، نهضروا هذو كامل تضافر الجهود اللي سمحت باش نلحقوا لهذا المستوى ونقدروا نعملوا أكثر. وكان كاين يعني الوسائل اللوجستية تزيد شوية، مثلا في الغرب الجزائري ما عندناش موانئ، عندنا ميناء وهران، ما عندناش موانئ اللي تقدر تستوعب بواخر يعني كبيرة الحجم. كبيرة الحجم كنا نديروا بواخر كبيرة الحجم ونسرعوا في يعني في شحنها، يعني نزيدوا نضعفوا الكمية التصدير، الكمية هذو اللي يصدروها. وشوف يعني القيمة المالية تاع العملة الصعبة اللي هي تدخل، يعني كي نقولوا 9 ملايين حوالي، وكان نحكوا 9 ملايين صافي عندنا واحد 360 مليون دولار غير فقط من الاسمنت. من الاسمنت نعم، نسبة كبيرة جدا. كي ناخذوها يعني معدل 40 دولار للوسمو، نلحقوا واحد 360 مليون دولار. نعم، إذا صحيح يمكن أن تعتبر مورد مهم جدا لجلب العملتين، لجلب العملة الصعبة وتخفيف ربما الضغط على ميزانية الدولة. لو نتحدث عن هذه الأسواق التي التي يتواجد فيها الآن المجمع من خلال هذه الإسمنت، هل يتوجه فقط إلى إفريقيا، إلى أمريكا اللاتينية، إلى أوروبا؟ بمعنى أين يتواجد الآن هذا المنتج اللي هو الإسمنت وبكل أنواعه ومشتقاته سيد عزدي؟ نقول لك صدر السنة الأولى كنا في إفريقيا برك، يعني بدينا بإفريقيا، صدر كان هناك يعني اتصالات مع إفريقيا والغرب، إفريقيا غرب إفريقيا، إفريقيا الغربية بدينا تصدير التم. ومن بعد مشينا في التصدير، لحقنا مام صدرنا يعني كميات كتال مام لأوروبا، إسبانيا، إيطاليا، أو عندنا عملية مع يعني شركة التوسيع تاعنا مع متعامل جزائري. نعم. راح يدي كمية 4000 طن من الإسمنت معبأ في أكياس تاع 25 كيلو، تاع 25 كيلو غرام. نعم. راح نروحوا لإنجلترا. جميل. الدو يعني نعم. كمية مقبل عملوا لها تحاليل تما في إنجلترا، صابوه يعني يتوافق يتوافق مع المقاييس والجودة الإنجليزية. نعم. وعندنا شحنة راحت تاع 750 طن، مازال يعني 4000 طن، هو 4000 طن هو ديجا 750 راحت، مازال الباقيات تكمل تدخل سوق الإنجليزية. لما نقول السوق الإنجليزية نقول إنجلترا، نقول يعني بما أن المنتج له السمعة ستكون دولية وستنعكس على العديد من الدول الأخرى. بارك الله فيك. باش يعني منتوج يقبلوه في يعني يقولوا في أوروبا لازم يكون في دول صناعية، نعم. يكون عنده مواصفات أوروبية، عندنا يعني للمشاهدة المطابقات على الأوروبية لاسيو، عندنا في عين كبيرة، عندنا المنتوجات تاع عين كبيرة عندها مطابقة، راهي كاين شلف ما تطولش تزيد تدير المطابقة، عندنا عين توتا راح نديروا مطابقة هذه أوروبية يعني الفروع من فروع جيكا باش نقدروا نصدروا هذا الاسمنت الى اوروبا. قبل ان ناتي الى تفصيل في مساله المطابقه حتى نفهم ويفهم الجمهور، هل في تسميه لبعض الدول في غرب افريقيا من غير بريطانيا؟ قلت اسبانيا، ايطاليا، في افريقيا ما هي الدول التي ربما نتواجد فيها هذه السلعه؟ يعني كاين عندنا غانا، عندنا يعني واسمها لاكوت ديفوار، نعم كوت ديفوار، نعم ساحل العاج، ساحل العاج، عندنا السنغال، عندنا قلنا الغانا، موريتانيا اكيد، نعم المعبر، وبعثنا من امريكا اللاتينيه يعني كولومبيا، البيرو، البرازيل، تونس، بعثنا جميل يعني في كل القارات. نعم. الان تقريبا ورانا نعملوا عندنا يعني اتصالات باش نروحوا حتى السوق الامريكيه، صدر دوك نجيبوا المطابقه، انا يعني قلنا يعطينا تعليمات باش الفروع تاعنا يديروا المطابقه الامريكيه. يعني من الناحيه الصناعيه ما الذي نقصده بالمطابقه؟ مطابقة المنتوج، هم عندهم معايير يعني معينة. في المكونات، في المكونات لازم احنا نكونوا مطابقين لهذوك المعايير، صدر عندهم ارقام لازم ما تفوتش، لازم ما تكونش تحت. نعم. هذه هي نكونوا في هذوك الارقام باش نقدروا ندخلوا لهذيك الاسواق. نعم، بمعنى انتاج ربما اسمنت على حسب المقاييس التي يطلبها السوق، يطلبها السوق يعني الامريكي ولا السوق الاوروبي. نعم. وحنا هذه يعني كاين يعني الكفاءات باش نقدروا نكونوا في هذا المجال، تكون الجوده، تكون يعني المنتوج يكون يطابق، ما فيش مشكل في هذه، ما عندناش مشكل. نعم، بمعنى الهدف القادم بالنسبه للمجمع هو
أوروبا باعتبارها أيضا سوق كبيرة وقريبة على كل حال من الجزائر. بارك الله فيك، هذا دائما نقولها، نقول يعني السوق الأوروبية أولى. أكيد إحنا أولى السوق الأوروبية، رانا في القرب. نعم، في يعني جنوب أوروبا، في جنوب أوروبا، وبالتالي يعني إمكانية التصدير سهلة جدا. لو نتكلم عن أيضا، نعود إلى ربما إلى السوق الداخلية، والأكيد أنك تعرف الجزائر في هذه السنوات الأخيرة، هذه القفزة، هذه المشاريع الكبرى المفتوحة الآن، ورشات الكبرى المفتوحة، سواء الموانئ، ميناء الحمدانية، هذا الميناء الضخم، الطرقات، الجسور، هل أيضا السوق يعني يستهدف هذه المنشآت الكبرى لتوفير هذه المواد الأولية؟ بمعنى يمكن أن يوفر هذه المادة بالنسبة لهذه المشاريع الكبرى، السكنات وغيرها. سيد عز الدين، هذه يعني نهضر بالمجمع، ونهضر لك على يعني على المستوى الوطني. احنا بالمجمع عندنا قدرات يعني انتاج، مازال كاين يعني قدرات باش ننتج التي تلبيه طلبات السوق، وفي كل المجالات، صدر في الاشغال الكبرى، الانجازات الكبرى. عندنا اسمت واسمه نسيت مقبل، عندنا اسمت واسمه الانجازات، اسمت انجاز 52.5، هذا صدر يستعمل في هذا يعني في المشاريع الكبرى. احنا نقدروا يعني نلبيو الطلبات، وعلى مستوى يعني الوطني كاين الطاقه، صدر نقدروا نلبيو الطاقه يعني في على المستوى الوطني. حبيت نقول لك برك في 2015 شحال استوردنا من الاسمنت؟ 6 ملايين طن، قريب 6 ملايين طن. في 2016 استوردنا 3 ملايين طن، والان يعني العجله كيفاش دارت، ولينا حنا الجزائر راهي تصدر حوالي نلحقوا 9 ملايين طن. نعم، عندما بتوفر الاراده كل شيء يتحقق. بارك الله. وهنا نتكلم على نقطه مهمه، وربما هي اخر نقطه السيد اسفيران عزيز الدين، نتكلم عن المورد البشري والعنصر البشري. الاكيد انكم تستثمرون فيه، تعولون عليه، فيه الكثير من التحفيزات، فيه الكثير من الاهتمام بهذا العنصر، لانه هو الذي يصل الى هذه النتائج التي نتحدث عنها. كيف هي فلسفه المجمع في التعامل مع العنصر البشري؟ يعني من ربما من أبسط عامل إلى المدير العام لهذا المجمع. يعني على مستوى المجمع، وعلى رأس يعني المجمع رئيس المدير العام تاعنا، يولي أهمية كبيرة للعنصر البشري، يعني يراهن عليه، يراهن، بارك الله فيك، يراهن عليه. ورانا يعني كما احنا في يعني في التجارة، رانا نوجدوا يعني في برنامج تكوين للتجاريين والناس يعني اللي يكونوا في الاستقبال، ومام عند يعني في عندنا واحد الشركه تاع الحراسه هذيك، مام يعني العمال تاعها راح نكونوهم في طريقه الاستقبال الزبائن، كيفاش يستقبلوا، كيفاش هذيك كامل. وهذا غير في نهضر على يعني في اطار التجاره، ولكن في كل ما المجالات، يعني في المجال التقني، في المجال المانجمنت، في مجال المحاسبه، كل هذا يعني او كاين دورات تكوينيه في يعني في كي ما تكونش عندنا في مركز التكوين تاعنا، نعملوها في يعني فيه يعني على مشاركات مع مؤسسات اخرى مختصه في هذه المجال، في هذا المجال. نعم، فيه كلمه ختاميه ربما فيما يتعلق بهذا المجمع وافاق المستقبليه السيد عز الدين اسفيران. احنا الافاق يعني المستقبليه، احنا يعني رانا كل عام نزيدوا في يعني في التحديات، ونقولوا يعني في هذا العام اذا لحقنا 3 ملايين، العام الجاي بالك نديروا 4 ملايين ان شاء الله. وهذه هي ولا في يعني في التسويق هنا على مستوى الوطني، كيف لازم يعني نتحصل على حصص السوق اكثر، باش نكون نحن دائما الرائد، لازم يكون المجمع هو الرائد. أكيد. احنا مجمع عمومي، لازم نكون نحن الرائد. بالضبط. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق السيد اسفيران عز الدين، رئيس قسم الشراكة التسويق التجارة والاتصال بمجمع جيكا والمجمع الصناعي لاسمة الجزائر، فشكرا جزيلا لكم، كل التوفيق نتمناه. شكرا لكم على الحسن الاستضافة، وشكرا للمشاهدين الكرام مرة أخرى، يعطيهم الصحة إن شاء الله، وانتم يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم، نلقاك في مناسبات أخرى. مشاهدينا الكريم، الظاهرة مستمرة معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. بين الصورة والقلم وفي دروب الأحداث يصنع الخبر. نقرأ الحاضر، نغوص في تفاصيل الأخبار لننقل لك المعلومة بكل احترافية ونصل إليك أينما كنت. نواكب المستجدات، نعيش معكم على وقع الأفراح والإنجازات، نقف عند البطولات ونوثق أقوى اللحظات. نجول بك في أروقة السياسة، نفتح نافذة على العالم لتكتمل الصورة لديك. نحلل، نتقصى، نبحث بين السطور، نسابق الزمن لترى، تسمع وتعرف. الإخبارية الجزائرية، عينك الثالثة. أهلا بكم مشاهدي الأكارم من جديد. دائما نرحب بكم في برنامج الظاهرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، ونواصل في عرض ملفاتنا لنهار اليوم ومع ملفنا الثاني، الملف الثقافي الذي من خلاله سنقف عند المدرسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية حتى نتكلم عن طبيعة هذه المدرسة وعن طبيعة التكوين فيها وعن الأهداف التي تسعى إلى تحقيق هذه المدرسة. ويحدثنا عنها البروفيسور حمزة محمد شريف، مدير المدرسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية. مرحبا بك سيدي، أهلا وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج. شكرا سيدي، أشكركم في البداية على الاستضافة، أشكر حصة الظاهرة على هذه الاستضافة وهذا الفترة من الوقت للتعريف بمدرستنا هي المدرسة الوطنية كما تفضلتم، مدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وتنميها المتواجدة بيتي بازا. نعم، مرحبا بك، والعفو هذا من واجبنا أننا نهتم بمثل هكذا مدارس تهتم بالممتلكات الثقافية لحماية الممتلكات الثقافية. بروفيسور حمزة محمد، بداية لو نتحدث عن طبيعة هذه المدرسة ولمن تتوجه وطبيعة التخصصات والتكوين على مستواها بروفيسور. نعم، المدرسة الوطنية، المدرسة العليا الوطنية العليا هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي تحت الوصاية الإدارية لوزارة الثقافة والفنون والوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هدفها تكوين متخصصين، طلبة متخصصين في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية. نعم، جميل جدا. هل فيه ربما طريقة للالتحاق بهذه المدرسة؟ نتكلم عن التخصصات المتوفرة إلى غاية الآن حالية على مستوى المدرسة. نعم، أول المدرسة متواجدة منذ سنة فتحت أبوابها سنة 2010، يعني عندها حوالي 12 سنة. كانت متواجدة قديما في دار الصوف، يعني قصبة السفلى، ومنذ 2019 تم تحويلها إلى مدينة تيبازا متواجدة في المركز العربي للآثار. يعني هذا إضافة لتواجد المدرسة في مدينة أثرية. مدينة تيبازا مصنفة في التراث العالمي، يعني إضافة للطلبة أثناء التكوين ويساعدنا بكثرة للالتحاق بالمدرسة. حاليا عندنا إلا نمط تكوين، ما صار تكوين نظام ألمدي، لكن حاليا نختص إلا بتكوين ماستر مهني أو ماستر احترافي. للالتحاق بها رانا في فترة إيداع الملفات للطلبة الذين يرغبون الالتحاق بتكوين الماستر، يعني مدة سنتين. في فترة زمنية، في فترة زمنية ما زال إيداع الملفات إلى غاية 10 من أكتوبر الحالي إن شاء الله. إن شاء الله الطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس علم آثار تخصص صيانة وترميم أو علم الآثار، ليسانس في الهندسة المعمارية، ليسانس فنون تشكيلية، وليسانس في علم المواد. كل هذا الطلبة تخصصات بإمكانهم إيداع ملفاتهم عن طريق الإيميل أو عن طريقهم إيداع مباشرة على مستوى المدرسة.
نعم، بمعنى بعد حصولهم على شهادة ليسنس، بعد حصولهم على شهادة ليسنس بإمكانهم الالتحاق مباشرة. هناك دراسة الملف ثم مقابلة شفوية لكي يتمكن الطالب الالتحاق، لأن نخضع لنمط الالتحاق للمدارس العليا. جميل جدا. عادة هل فيه نسبة معينة من الطلبة، بمعنى كل مرة تحصلون العدد؟ نمط خاص، يعني نمط يكون خاص عندنا في المدرسة. نبحث عن نمط تكوين يكون نوعي ليس كمي. يعني نحاول أخذ إلا 10 إلى 15 20 طالب إلى أقصى حد، نظرا لخصوصية التكوين. صحيح، لأن التكوين يحتاج تركيز أكثر. لأن الطالب لما يتخرج من المدرسة يكون له صبغة مرمم، لتكون عنده مسؤولية كبيرة. صحيح. سوف يتعامل مع لوقة أثرية وتحف أثرية اللي عندها آلاف سنين. يعني لازم التعامل، هناك تقنيات خاصة لهذا. نفضل أن التكوين يكون عدد قليل، 10 15 إلى 20، بإمكاننا أثناء الدروس النظرية وخاصة أثناء الدروس التطبيقية. وهذه خصوصية المدرسة، هذه خصوصيات المدرسة في ناحية التكوين تاعها. نركز على الجانب التطبيقي. قلت تواجد المدرسة بما أنها تابعة وزارة الثقافة، يعني أن اتفاقيات مع المؤسسات تابعة تحت الوصاية، أنهم يسهلون الأمور في تنقل الطلبة إلى سواء المتاحف، الحظائر، يعني المخابر المتواجدة في بعض المتاحف. هناك يكون تربص ميداني للطلب. نعم، قد يعين إلينا سؤال بروفيسور حمزة، بمعنى هذه المدرسة التي أوجدت، المدرسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية، وش طبيعة هذه الممتلكات التي تسعى المدرسة لتكوين مجموعة من الباحثين والطلبة للاهتمام بها؟ الأكيد أن الجزائر تزخر بتراث مادي ولا مادي كبير جدا، بمعنى ما هو اشتغال المدرسة في تكوين المدرسة حاليا التخصص تاعها؟ شكرا على هذا السؤال. يعني باش نعرفوا التخصص الحالي لمتواجد المدرسة هو حفظ وترميم الممتلكات الثقافية المنقولة، يعني كل ما هو تحف أثرية. حاليا هذا هو التخصص الموجود، يعني كل ما هو يعرض داخل المتاحف، سواء من قطع نقدية مسكوكات أو مصابيح أو قطع فخارية، تماثيل، سواء تحف معدنية أو تحف من الناس، أثر مادية، يعني كل ما هو أثر مادي، كل ما هو أثر مادي منقول. هذا نكون الطلبة للترميم، لأننا نعرف هذه المقتنيات الأثرية مشكلة في معظم الأحيان من مواد، سواء تكون مواد طبيعية، يعني من الحجارة مختلف أنواعها، سواء حجارة رخامية من رخام أو حجارة جيرية، أو كذلك من مواد معدنية، سواء البرونز أو من الحديد، أو من مواد طبيعية كالنسيج، ألياف. يعني خلال طالب، خلال مواد أولية مواد حبيسة، يعني ما كان يستعمل في ذلك الزمن، ما كان متواجد في ذلك الزمن، يعني مواد مصنوع من الشعر، من المواد هذا هو الطالب أثناء التكوين، أثناء المسار التكوين تاعه يتلقى دروس للتعامل مع هذا النوع من المواد، سواء كانت مواد طبيعية أو مواد غير طبيعية. كيف يتم تدعيمها، كيف يتم ترميمها. حاليا هذا هو التخصص. ونأمل أن آفاق إن شاء الله المدرسة هذه نفتحوا تخصص ثاني، اللي هو حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، الممتلكات الغير منقولة، يعني كل ما هو معالم، كل ما هو مباني، إن شاء الله في المستقبل. نعم، لكن نركز حاليا على هذا التخصص. نعم، المتاحف المفتوحة بمعنى الطبيعية أيضا، يعني الطلبة معنيون بها بدرجة معنيون، لأن مثلا لو كان نروح الأطلس الصحراوي عندنا نقوش ولا رسومات جدارية، الطالب نقوش على جدران صخور طبيعية، المواد المستعملة هي سكوناب المغرة ديزوك، يعني مستوحاة من الطبيعة. يعني هذه لابد من ترميم، يعني الطالب يكون ديجا عنده على دراية. لهذا قلنا الالتحاق لهالمدرسة، الطلبة متحصلين على علم المواد بإمكانهم، وكان بين قوسين علم دقيق جدا، يحتاج إلى التركيز أكثر، إلى التركيز. جميل جدا. ما هي الأهداف الكبرى بالنسبة لكم؟ الأكيد أنه فيه الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. ما هي الأهداف ربما التي تتفرع عن هذا الهدف الكبير؟ كما تفضلتم أن الجزائر مساحتها كبيرة، تفوق 2000 زود مليون متر كيلومتر مربع.
يعني نتمنى نقولوا انها عباره عن متحف. صحيح. متحف كبير، كبير جدا، من كل الحقب التاريخية، ما قبل التاريخ الى غايه التاريخ المعاصر. نعم. لهذا عندنا كل منطقه عندها خصوصيتها. الهدفنا هو تكوين مرممين بامكانهم اضافه شيء للمحافظة على هذا التراث. يعني نعرف أن محافظة على تراثنا هو محافظة على هويتنا. أكيد. يعني ولا ذاكرتنا جزء كبير لهذا، جزء كبير. لهذا السيدة الوزيرة، وزير الثقافة والفنون، تعطي أهمية بالغة إلى الجانب حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والجانب المدرسة هذه. لابد أن نواكب من خلالها التطورات التكنولوجية الحاصلة في ميدان صيانة وترميم، لان ما بقاش برك نشخصوا التحفه هذه واش بها، ولا نواكبوا التكنولوجيات الحديثه، لانه استعمال الليزر، استعمال مواد الاعلام، ما الذكاء الاصطناعي، اشعه ما فوق الضوئيه، يعني الذكاء الاصطناعي حاليا يستعمل في ميدان الترميم. لهذا لازم نكونوا نواكبوا ما هذا يحدث في نوصل الى التكنولوجيا الحديثه. هذا الجانب بمعنى نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني إحياء يعني مومياء تعود إلى آلاف القرون. هذه التكنولوجيا، هذا المستوى العالي جدا في التعامل مع هذه القيمة، مع هذه الذاكرة للأمم، والجزائر جزء من هذا العالم. هل المدرسة تكون في هذا الجانب في ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا وعلى الأساليب المتوفرة في الدول العالم الرائدة في هذا المجال؟ نحاول بقدر المستطاع تلقين كل ما هو جديد في العالم في ميدان صيانة وترميم، مع دائما الاعتماد على هناك بعض المبادئ اللي نقيوها للطالب، مبادئ أساسية في ميدان صيانة وترميم، القاعدة. هذا خاصة في طلبة الماستر سنة ثانية، الماستر اثنين سنة ثانية، الماستر خلال سنة أولى في الماستر، يعني ماستر واحد عبارة تكون عمومية، خاصة يكونوا الطلبة معارف نظرية، معارف نظرية الطلبة يكونوا خارج ميدان علم الآثار، ولا لابد تعرف بالطالب أهمية هذه التحف. يعني تكون عبارة عن مبادئ عمومية. في الماستر اثنين هناك التكوين يكون دقيق، خاصة في التكنولوجيات الحديثة. نعم. المدرسة فعليا انطلقت في 2000، المدرسة فتحت أبوابها 2010، تخرجت دفعات، تخرجت دفعات أولى في لا ليسانس، ثم 2019 فتحنا الباب الماستر. نعم. أين من تخرج من المدرسة الآن؟ ربما بالنسبة إليهم فرص العمل أين يتواجدون الآن؟ هل فقط في المتاحف؟ منهم من واصل تدريسه بعد ما فتحنا الماستر، يعني بعد الليسانس التحق بالمدرسة اللي الماستر. فيهم بعضهم من واصل دراسته خارج الوطن في مدارس، في من بينهم طالبة التحقت بمتحف اللوفر، يعني تخدم في مخبر اللوفر. نعم. يعني هذا يعكس لنا ان مدى الدراسه اللي تحصلتها في القدرات اللي تحصلتها في الليسانس، التكوين الجيد اللي كان عندها. اما الطلبه الباقيين ففرص العمل هي في كل المؤسسات المتحفيه، تستطيع استيعاب هذا النوع من المتخرجين من المدرسه. هل تعتقد استاذنا، نخرج فقط نوعا ما عن التخصص ولكن عنده علاقه ب هذا الموضوع، هل تعتقد بأنه ربما يعني الفضاء يحتاج إلى هؤلاء، بمعنى ما زال فيه فراغ معين يحتاج إلى تكوين مستمر ودائم حتى نغطي ربما كل هذه المتاحف، كل هذه المسارح؟ عدد المتاحف على مستوى الوطن كبير، كبير. هناك نقص في يعني المدرسة إطارتنا. بإمكانها لمدة عدة سنوات لتوفير العدد الإطارات العاملة، ونقص يعني الموجود الآن على موجود على المستوى. نعم. لو نتحدث الآن عن المدرسة، ما هي طبيعة ربما اتفاقياتها مع باقي، كنت أشرت إلى هذه النقطة منذ قليل، قلنا المدرسة، من هي الجهات التي عقدت معها اتفاقية شراكات؟ المدرسة مش مغلوق على نفسها، لابد أنها تكون متفتحة على الجانب العلمي، يعني مع كل ما هي المؤسسات التعليمية الوطنية أو الدولية. بالإضافة إلى الاتفاقيات اللي مضتها المدرسة مع المؤسسات الجامعية هنا الجزائرية، مثلا المركز، بما أننا متواجدين في مدينة بازا، مدينة اتفاقية مع المركز الجامعي بيتي بازا اللي عندهم الجناح هو التكنولوجيا الأستي، يعني فهذا عندهم مخابر، هذا يساعد على التبادل
والأساتذة أو الطلبة. عندنا كذلك اتفاقات مع عدة جامعات، جامعة الجزائر 2، معهد الآثار، جامعة قالما، المراكز البحث، عندنا بعض اتفاقيات هذا فيما يخص الاتفاق، وكذلك كما تفضلت في البداية المؤسسات التابعة تحت وصاية يعني وزارة الثقافة، المتاحف أو مراكز البحث، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية. المدرسة مضت اتفاقية في سنة 2020 مع جامعة برا دوبيس بجمهورية التشيك، تحتوي على كلية متخصصة في ميدان الصيانة والترميم. بفضل هذه الاتفاقية إن شاء الله هذه السنة عندنا طلبتين من الماستر 2 بإمكانهم الالتحاق لمنحة قصيرة المدى 3 أشهر لبرفكسيونمون يعني في ميدان الترميم، كسب الخبرات، اكتساب الخبرة. كذلك مضينا اتفاقية في نوفمبر 2021 مع أرقى وأقدم مركز المعهد المركزي للترميم بروما. هذا راح يكون له فضل كبير في تعزيز القدرات التدريس عندنا، يعني سوف نستقبل خبراء لأن يعتبر هذا المركز من أقدم المعاهد في ميدان الترميم الممتلكات الثقافية، يعني سوف نستفيد من الخبرة والتجارب اللي عند هذا المدرسة، سوف يكون إيجابي للطلبة تاعنا. هناك تبادل، الأساتذة تاعنا بإمكانهم يروحوا للتكوين أو أساتذة من عندهم اللي يجوا عندنا لتقديم بعض الدروس. نعم، يعني الكادر البشري المؤطر، المؤطرين الباقي الطلبة، ما هي طبيعتهم وكيف؟ طبيعة كلهم تخصص سواء من علم الآثار أو تخصص علم المواد وكذلك في الهندسة. يعني هذوهم الأساتذة المؤطرين من دي بروفيل ديفيرون، يعني تخصصات مختلفة، هذا باش يكون هناك تجانس وتكامل في تكوين الطلبة. نعم، ربما باعتقادك بروفيسور حمزة محمد شريف، ما الذي يحتاجه الطالب أو المتخرج من المدرسة بعد التخرج حتى يكون لتعليمه بمعنى نفع وتنتفع منه هذه المؤسسات الثقافية؟ هل يحتاج منه أيضا بالإضافة إلى إرادته وحبه لهذه المادة؟ الإرادة والحب وكذلك الممارسة الدائمة وكذلك عدم انقطاعه مع تواكب ماذا يحدث في ميدان الصيانة والترميم. يعني مش يقولش خلاص تحصلت على شهادة ماستر توظفت يبدأ يتعامل مع التحف، لازم يكون على دراية ما كل ما هو جديد سواء من مواد اللي يخرج جديدة. ربما نعطي مثال، كنت تتكلم على الإسمنت، المجمع تاع الإسمنت. الإسمنت كان مستعمل في الصيانة وترميم الممتلكات الثقافية في الستينات لأنه كان ظهر جديد، صحيح، لكن مع الوقت الثمانينات التسعينات ظهر بأن هذه المادة عندها آثار سلبي على التحفة. لهذا لازم يكون دائما نكون على دراية ونكون على كل ما هو جديد. نعم، عندما نتحدث عن المدرسة نتحدث عن البحث العلمي، هل فيه مصادر ومراجع لهذا التخصص، لهذه المادة متوفرة باللغة العربية، موجودة في الجزائر، في أساتذة يؤلفون في هذا الجانب؟ بمعنى الطالب عندما يدخل ويقدم له أو يطلب منه بحث، هل يجد المراجع؟ معظم المراجع، لأن كما قلت أن الدولة الرائدة في ميدان الصيانة والترميم هي الدولة الإيطالية، أكيد عندهم خبرة في الميدان، يعني معظم المراجع باللغة الإيطالية أو باللغة الإنجليزية. المدرسة تحتوي على مكتبة متخصصة في ميدان حفظ وترميم كل الممتلكات الثقافية بمختلف اللغات، لكن قليل اللغة باللغة العربية، قليل في هذا الميدان. نشجعوا الأساتذة المهتمين بتأليف كتب في هذا الميدان. نعم، الجزائر رائدة في هذا الجانب بالنسبة للدول العربية، الدول الجوارية، بمعنى هل تتفوق على الجزائر رائدة بما أن المدرسة الوطنية العليا، المدرسة الوحيدة في شمال إفريقيا في هذا الميدان، في هذا التخصص. جميل جدا. ما هو الأفق التي تسعى إليه ربما المدرسة في قبل السنوات أو الأشهر؟ هل فيه تخصصات أكثر، فتح تخصصات أكثر، استقطاب أكبر؟ في قبل سنوات تخصص، فتح تخصص ثاني، هذا بالإضافة إلى الممتلكات المنقولة، اسمها عندنا الممتلكات غير منقولة، يعني هذا يكون إضافة لطلبة المدرسة. وكذلك الآفاق
التفتح على العالم الاقتصادي، يعني خاصة حياتي. المتخرجين من المدرسة ربما إنشاء مؤسسة مصغرة ناشئة. نعم. ناشئة في هذا الميدان. صحيح. يعني هذا هو الهدف الأولي. مهم جدا. وأنت قلت نحن في مرحلة وضع الملفات كسؤال. إيداع الملفات. إيداع الملفات. ما الذي يغري أي طالب للالتحاق بالمدرسة؟ إذا أردنا أن نغريهم بمعنى الالتحاق بهذه المدرسة والاهتمام بهذا التخصص، ما الذي يمكن أن يغريهم أكثر، يشجعهم على أن يلتحقوا بالمدرسة؟ أنهم سوف يلتحقون بعالم آخر، يعني عالم الحفظ والترميم في ميدان التراث الثقافي. لازم يكون عندك الحب للطالب، يجي لازم يكون يحب التاريخ، يحب الآثار، ويحب الميدان الثقافي. لأنه النتيجة أن الطالب هذا المرمم بعد ما يرمم تحفة أثرية، بعد تكون قطع فخارية، تكون هكذا مدرة، وبعد يشكل القلة الفخارية، هذاك يعني الإحساس تاعه اللي يشوف بلي أنا كانت قطعة أجزاء وتشكل جرة فيما بعد، يعني أنه ساهم في المحافظة على هذا جزء من الهوية، من الهوية، من تراثنا وتاريخنا. تراثنا. البروفيسور أستاذ حمزة محمد الشريف، مدير المدرسة الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية، حدثنا عن هذه المدرسة، عن أهدافها، عن نمط التكوين أقول، وعن التخصصات، وعلى أننا في فترة وضع إيداع الملفات للالتحاق بهذه المدرسة. نتمنى لك كل التوفيق ولكل الطلبة الذين يدرسون بهذه المدرسة، ونلتقي في مناسبة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مشاهدي الأكارم. نقف الآن مع نشرة الأخبار، بعد ذلك نعود إلى الظاهرة، فابقوا معنا. تمام الرابعة بتوقيت الجزائر، نشرة للأخبار، أهلا بكم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية غانا السيد مانا كويسي أرهين، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. وعقب الاستقبال، أدلى سعادة سفير جمهورية غانا المنتهية مهامه بالجزائر بالتصريح التالي. التقيت برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومن واجبي بصفتي سفيرا لجمهورية غانا في الجزائر، أنا لا أعتبرها زيارة وداع باعتبارنا شعبا واحدا. كنت سعيدا بالحديث عن العلاقات الثنائية وضرورة ترقيتها في كل المجالات. أنا أشاطر رأي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر دولة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا. أريد القول هنا أن الجزائر مذيافة حكومة وشعبا، وأنا ممتن للدعم الذي قدم لي وأنا أمارس مهامي كسفير لدولتي وعلى أكمل وجه. سوف أعود إلى وطن غانا محتفظا بصورة جميلة للجزائر في ذهني. Algerian people have been so well with me. They have done well with me. They have treated me very well. أتمنى أن أرى الجزائر دولة محورية في تنمية إفريقيا اقتصادياً. Of Africa's socio-economic. في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي. بالمناسبة، ترأس العمامرة جلسة عمل بين وفدي الجانبين، تم خلالها استعراض الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها الجزائر لاستقبال الوفود العربية.
من جانبه أعرب الأمين العام المساعد حسام زكي عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من إمكانيات وتسهيلات لإنجاح القمة. واستعداداً لتغطية إعلامية نوعية في مستوى الحدث للقمة العربية المقبلة بالجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر القادم، قام أمس مدير اتحاد إذاعات الدول العربية سليمان عبد الرحيم بزيارة إلى مختلف القاعات والفضاءات الإعلامية المسخرة للتغطية الإعلامية لمجريات أشغال القمة العربية. سليمان عبد الرحيم الذي كان مرفوقاً بمديري المؤسسات الإعلامية للإذاعة والتلفزيون والبث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة، أشاد بالإمكانات التي وفرها المركز الإعلامي لفائدة الإعلاميين المكلفين بتغطية الحدث. حقيقة بدون مجاملة نعتبر ما شفناه اليوم وشهدناه اليوم يعني في قمة المهنية وقمة الروعة، مركز إعلامي متميز ليس فقط في مساحاته وفي ظروفه العادية ولكن في التجهيزات اللي موجودة فيه. تجهيزات تشمل استوديوهات إذاعية تلفزيونية، مراكز عمل بالنسبة للسوشيال ميديا، بالنسبة للترتيبات اللوجستية كلها، وكذلك استعداد لاستقبال كل الدول العربية، طواغم الدول العربية اللي حيخدموا هذه القمة. نحن كاتحاد مع هذه المؤسسات سنتولى تغطية القمة العربية للبلدان العربية وكذلك لمختلف بلدان العالم. سيكون هناك إمكانيات زي ما قلت، الجزائر وفرتها كبيرة، الاتحاد إذاعات الدول العربية كذلك سيوفر غنوات على الأغمار الصناعية وعلى شبكة المينوس وعلى منصة الحاسوبية الكلاود، ومتأكدين أن هذه القمة ستشهد تغطية كبيرة متميزة بسبب هذه التجهيزات الكبيرة. المركز الإعلامي احنا غطينا كاتحاد، غطينا قمم سابقة تقريبا أكثر من 20 قمة، لم نشهد مركز إعلامي بهذه المهنية، بهذه الروعة، بهذه التجهيزات الكبيرة الموجودة. كل ما طلبناه متوفر وأكثر في هذا المركز. نتمنى طبعا، هذا ليس بغريب على بلد مثل الجزائر، بلد لها تاريخ، لها يعني عمق كبير جدا، ولها تجربة في تغطية هذه الأحداث الكبيرة، ومتأكدين إن شاء الله بالتعاون معهم ستكون هناك قمة متميزة من ناحية التغطية الإعلامية، ونتمنى كذلك تكون من النواحي الأخرى المهمة لهذا الحدث المهم. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allah
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. مواصلة لنشرتنا، وفي التعاون تعقد اليوم بالجزائر العاصمة الدورة 10 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، ويترأس الدورة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، مناصفة مع وزير الفلاحة للفيدرالية الروسية ديمتري باتروشاف. وقد سبقت انعقاد الدورة اجتماعات تقنية على مستوى خبراء البلدين، ويهدف اجتماع اليوم إلى تقييم التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في موسكو، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعزيزاً لفرص الاستثمار والشراكة بين الجزائر وكوبا، نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم بالعاصمة يوماً إعلامياً حول السوق الكوبية، حيث تم استعراض مناخ الأعمال بها وما تقدمه للمستثمرين الجزائريين في مختلف المجالات. اليوم ركزنا مجلس رجال أعمال جزائري كوبي يهدف إلى تطوير عدة قطاعات، منها قطاع الصيدلة، قطاع المواد الغذائية التحويلية وغيرها من المواد التي معناها تشهد وفرة في السوق الجزائري. كذلك نهدف إلى تطوير بعض العلاقات، عندهم خبرة كبيرة في مجال السياحة، عندهم خبرة كبيرة في مجال الطب والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن نطورها مع الشعب الكوبي الصديق. وبهذه المناسبة سنتمكن من تحديد المشاريع المشتركة واتخاذ الإجراءات لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في خدمة رفاهية الشعب. ستتاح لنا الفرصة لتبادل ومواصلة تعميق الإمكانات المتواجدة والموجودة في البلدين، مع التركيز اليوم على إظهار إمكانياتهما للعالم. الجزائر وكوبا تتجهان لفتح الأسواق جديدة ولتطلع كبير بكل قواتها إلى العالم اليوم. وتماشياً والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للدولة بتنويع الصادرات خارج المحروقات، تم بميناء أرزي وبوهران تصدير 20,000 طن من الحديد الصلب نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ستعقبها شحنات أخرى، خاصة وأن هذه المنشأة المينائية تتوفر على هياكل هامة ستمكن من المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني، يقول ماسين حانيا. 20,000 طن من الحديد تم شحنها وتصديرها نحو الولايات المتحدة الأمريكية عبر ميناء أرزيو. من مجمل العمليات التجارية اليومية التي تشهدها هذه المنشأة المينائية البحرية التي تحتل المرتبة الأولى في تصدير المحروقات بنسبة 60%، وتماشيا مع متطلبات التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على تنويع الصادرات، تعمل مؤسسة ميناء أرزيو على الرفع من التصدير خارج مجال المحروقات إلى ما يربو عن 4 ملايين طن. حاليا
نعمل في شحن 20,000 طن من الحديد الصلب إلى الولايات المتحدة. حاليا نحتل شهر أوت، قمنا بتصدير حوالي 300,000 طن من حديد وإسمنت ومشرفة، هذا خارج المحروقات، وزائد 1.8 مليون طن لمادة ليوري. ميناء أرزيو وعبر رصيف الحديد الخام الممتد على طول 1200 متر أصبح مستعداً لاستقبال البواخر التي تتعدى حمولتها 170,000 طن من أهم المنشآت التي شيدت على المستوى الوطني والمتوسطي. هذه البنية التحتية التي استغرقت مدة إنجازها 4 سنوات ممتدة على طول يتراوح بين 1200 متر طولي. هذا وسيضفي المجمع المينائي الجديد الذي سيتجسد قبل نهاية السنة الجديدة حركية أخرى في الرفع من طاقة الاستيعاب للتصدير. وبهدف الارتقاء بالمنتوج الفلاحي المحلي وبحث سبل تصديره نحو الأسواق العالمية، انطلقت بولاية مستغانم الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة بمشاركة 22 عارضا وطنيا وأجنبيا من بينهم هولندا ضيف شرف الطبعة كاميليا حموم. تحت شعار تمرة الستينية من العمل المستدام لتحقيق الأمن الغذائي انطلقت الطبعة الثانية من المعرض الدولي للفلاحة بمستغانم بمشاركة أزيد من 220 عارضا وبحضور 10 دول أجنبية رائدة في مجال الفلاحة. 40 عارض أجنبي فيه 10 عارضين من الستارت اب من مقاولتها والمشاريع الناشئة، لأن حبينا أنهم هذه الفئة خاصة من شبابنا تكون حاضرة. أنا كعنصر أو كشاب كان حامل لفكرة ولقينا دعم من الناس اللي راهي يعني معنية. يكون عندنا الشرف أن شاركنا في هذا المعرض اليوم وقدمنا نوعية جديدة وهو منتوج جديد، وهي عبارة عن مصنع يعني تجهيز البطاطا، يعني نصف البطاطا نصف مقلية. نحاول نعرف يعني المشاكل الفلاحة في الجزائر هون ونطورها في ناحيتنا في دبي. ضيف شرف، هذه الطبعة الثانية هي مملكة هولندا نظرا لقوة التبادلات التجارية بين البلدين، والهدف منها هو بناء شراكة بين كل ما هو موجود من تقنيات عصرية. نشكر الدولة الجزائرية اللي راهي مساعدتنا، ورانا دايرين علاقات مع هولندا في هذا الميدان. شرف كبير لنا بحضور مملكة هولندا كضيف شرف في هذا الصالون الهام. أحيي كل المتعاملين المحليين والأجنبيين لمشاركتهم، ويبقى هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية التي تكتسي أهمية كبرى من أجل التعريف بما تحقق من إنجازات في مجال التنمية. في الانشغالية الصحية أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم عن إطلاق مخطط وطني استراتيجي لمكافحة داء الكلب يمتد من 2023 إلى 2027، يهدف إلى القضاء نهائيا على الداء مع حلول 2030، وذلك خلال إشرافه على يوم دراسي إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب بحضور القطاعات المعنية وممثلين عن المنظمات الدولية تحت شعار داء الكلب صحة واحدة. الجزائر ظلت ولا تزال منذ عدة قرون تعبئ جهودها باستمرار لمكافحة انتشار هذا الداء الذي يمكن وقايته عن طريق اللقاحات، والذي دائما ما يكون قاتلا بمجرد ظهور الأعراض السريرية. في هذا الإطار وضعت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة داء الكلب في الجزائر للفترة ما بين 23 و 2027، والذي بدأته بالتعاون مع ما يسمى Global Alliance for Rabies Control، التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب. وصل ظهر اليوم إلى الجزائر جثمان الراحلة المجاهدة والإعلامية والأديبة زينب الميلي التي وافتها ألمانية السبت الماضي عن عمر ناهز 87 عاما.
وكان في استقبال الجثمان وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا مرفوقا بمستشاري رئيس الجمهورية وأفراد من عائلة المرحومة. هي مجاهدة من الطراز الرفيع، وعرفت أيضا بقلمها وبكتاباتها وبأدبها، فهي أيضا أديبة معتبرة تفقد الجزائر هذه القيمة. نترحم عليها اليوم ونتقدم لذويها بدعواتنا الخالصة أن يتغمدها الله برحمته الواسعة. كل هنا مع ترتيبات اللي قاموا بها الممثلين السلطة العليا، هذا الجزائر شرفت وعرفت هذا الجيل السابق، وهذه هي الذكرى تاعنا. إحياء لستينية الاستقلال والذكرى الستين للإعلان عن أول حكومة للجزائر المستقلة، نظمت جمعية مشعل الشهيد منتدى الذاكرة بعنوان مساهمة الإعلام الثوري في مواجهة الدعاية الفرنسية، نشطه ثلة من الأساتذة والإعلاميين إلى جانب مجاهدين، حيث تركزت المداخلات حول دور الإعلام في حماية وصون الذاكرة الوطنية ومساعي جبهة التحرير الوطني في تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية. افتتحت الطبعة الأولى للسنة الأكاديمية للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم نور الدين غوالي وأعضاء الأكاديمية من باحثين وأساتذة، وكذا رئيس شبكة أكاديمية العلوم الإفريقية وممثلة الأكاديمية العلمية الملكية البريطانية. وشكلت تحديات العصر الطاقة والمياه والفلاحة والتنمية المستدامة، العلوم والتكنولوجيات في خدمة تنمية الأقاليم محاور السنة الأكاديمية في طبعتها الأولى التي تدوم يومين. اختتم اليوم البرنامج المتعلق بمشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي انطلق سنة 2014 بين وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اللقاء أشرف عليها المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بليرتا أليكو وممثل عن وزارة الخارجية وممثلين عن الحركة الجمعوية والمجتمع المدني. برنامج هذا المهمة تاعو هو أننا تساعد البرنامج الإنمائي البنود يساعد الإطارات قطاع السجون في تحسين الأداء تاعهم واكتساب كفاءات في التكفل بالمحبوسين عند تنفيذ برنامج سياسة إعادة الإدماج. نطمح لشراكة على المدى الطويل. نحن فخورون جدا لتقاسمنا هذه التجربة مع الجزائر كما نتقاسمها مع دول أخرى إفريقية وعربية، ونحن بصدد التحضير لإطلاق برنامج آخر جديد للشراكة مع وزارة العدل، وتدخل في إطار استراتيجية الشراكة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD مع الحكومة الجزائرية 2023-2027. في إطار مكافحة الجريمة، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف شبكة إجرامية تمتهن التجارة بالمخدرات تتكون من 4 أشخاص من بينهم امرأة. تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للوادي من حجز 4 سيارات وتوقيف وتفكير شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أفراد من بينهم امرأة كلهم مسبوقين قضائيا، من بينهم شخصين محل عدة أوامر بالقبض. مكنت هذه العملية من حجز كمية من المخدرات الصلبة تقدر ب 53 غرام، مبلغ مالي يقدر ب 120,500 دينار جزائري، كمية من المشروبات الكحولية، كما تم استرجاع عدد من الهواتف النقالة. هذه الشبكة مختصة في تهريب والمتاجرة بالمخدرات بمختلف أنواعها. بعد تفعيل عنصر التحري والاستعلام، تم وضع خطة محكمة من أجل تحديد تواجد أماكن أفراد هذه الشبكة التي تنشط بإقليم اختصاص ولاية الوادي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشبوهين أمام الجهات القضائية المختصة.
دوليا يواصل المحتل المغربي جرائمه ضد الإنسانية في الصحراء الغربية، حيث يعد جدار العزل المغربي الممتد من مدينة المحبس الصحراوية إلى غاية مدينة الكركرات والألغام التي زرعت على طول 2720 كيلومترا من أهم الجرائم التي ما تزال تحصد أرواح الصحراويين، وهو ما يتنافى مع الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الألغام. فاطمة الزهراء بن فرج الله. أزيد من 2700 كيلومتر هو طول جدار العار والذل المغربي المكون من 5 خطوط مزودة بأنظمة دفاعية أساسها الألغام المحظورة دوليا. وجدت ألغام مصنوعة جديدة 2001 ومزروعة في مدة توقيف إطلاق النار وتوقيع معاهدات والمفاوضات للوصول إلى استفتاء. حزام الآن مزود حتى بالدرونات الطائرات المسيرة، وهي التي كل يوم يعني تخلف ضحايا في المناطق المحررة. ألغام المغرب وحلفائه المندسة على طول جدار العار والذل ما تزال تحصد يوميا أرواح بريئة من الصحراويين، وآخرها هذا الشاب الصحراوي الذي أصيب بحروق خطيرة جراء انفجار لغم. أما شهادات ضحايا الألغام بهذا المركز الصحراوي فهي دليل قاطع على همجية المغرب المحتل. 184 في الشهر 12 يوم 31 شهر بلدي قال له المحبس، بداية الربط جاي من الشمال، هذا هو اللي قاله. ولا هو أنا واحد والشعب الصحراوي كامل ما ضيعوا ما هو الألغام والقنابل المحرمات. بي لغم 78 عمري 14، والله بغيت تكرعي لي صرفي ايام الغزو متقاني علينا المغرب. هذه كامله الى ما كسلت اللي تبتر عضو من رقاج اللي تحرق واللي تعدل له عاه تشوف جسمه، معنا عنه رقاي رقاج مثلا عن احنا هون في دارنا عنا هاي الناس نساعدوها نحسوها نعطوا لها الطريق الاسلوب الصحيح والامتثال امام الخطر. مره اخرى ينتهك المخزن المعاهدات الدوليه المناهضه لاستعمال الالغام، وهذا خرق جديد لحقوق الإنسان وجريمة أخرى في حق الإنسانية. من مخيمات اللاجئين الصحراويين بن فرج الله، فاطمة الزهراء، بعثة التلفزيون الجزائري. في الرياضة، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1 في مباراة ودية تحضيرية سهرة أمس بملعب ميلود هدفي بوهران، وسجل هدف الخضر كل من رياض محرز في الدقيقة 41 عن طريقة ضربة جزاء، ويوسف عطال في الدقيقة 61، فيما سجل هدف نيجيريا الوحيد اللاعب تيريم موفي في الدقيقة 9. ويعد هذا الانتصار الخامس على التوالي لمحاربي الصحراء في المباريات الرسمية والودية. وعقب المباراة عقد الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية للحديث عن أجواء المباراة ونتائج التربص التحضيرية. نقولوا في الصعوبات اللي تقدر تتحسن، لعبنا مباراة قوي واللاعبين بينوا un niveau plus que satisfaisant sur ces deux matchs-là. On va rester sur le match du Nigeria. Donc je les en félicite. Comme je vous l'ai dit, après le match de Ghinia, dans le match, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, qui n'ont pas la chance dans le pays. Pour certains, c'était leur première sélection. بيناتهم ما لعبوش كثير، ميم نجمو نقول بلي كاين اللي ما لعبوش عمرهم اللي لعبوا بعضهم. دونك سا سي ان سي اون شوز كو تو الموند كوناي تكنيكمون ايفيدامون. نسي بلي لازم كيما قلت لكم مره اخرى نالشيمي ما عرفش نقولها بالعربيه لي زوتوماتيزم ان فيكو بعضهم.
نشرة مفصلة للأخبار تأتيكم في تمام الخامسة. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. بين الصورة والقلم وفي دروب الأحداث يصنع الخبر. نقرأ الحاضر، نغوص في تفاصيل الأخبار، لننقل لك المعلومة بكل احترافية ونصل إليك أينما كنت. نواكب المستجدات، نعيش معكم على وقع الأفراح والإنجازات، نقف عند البطولات ونوثق أقوى اللحظات، نجول بك في أروقة السياسة،
نفتح نافذة على العالم لتكتمل الصورة لديك. نحلل، نتقصى، نبحث بين السطور، نسابق الزمن لترى، تسمع وتعرف. الإخبارية الجزائرية، عينك الثالثة. كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يومياً من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. تحية طيبة لكم مشاهدي الكريم، أهلا وسهلا بكم دائما مع برنامج الظاهرة الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، ونواصل في عرض ملفاتنا لهاري اليوم. وفي ملفنا الثالث المخصص لفعالية المجتمع المدني، حتى نتحدث عن المحيط وأيضا ربما النظافة وكل ما يتعلق برفع النفايات العشوائية، وسنتحدث عن استغلال التكنولوجيا في بث هذا الوعي والتحسيس بالنسبة للمواطن من أجل الاهتمام بهذه النقطة. وسنتحدث عن الموضوع من خلال الحديث عن تطبيق نظيف الذي أطلقته الوكالة الوطنية للنفايات. قبل أن نستقبل
من ستتحدث لنا عن هذا التطبيق. دعونا نتابع هذا الروبورتاج للزميل عبد السلام حباس، بعد ذلك نعود. صورة فتبليغ، خدمة يوفرها تطبيق نظيف للقضاء على المفارغ العشوائية من خلال اتباع خطوات سهلة عبر هاتف ذكي. الشكاوى للمواطنين يقدروا يبعثوها بالصور بلا جيولوكاليزاسيون تلحق لعندنا، وحنايا نشوفوها ونتريتيوها ونديروا لها لو سويفي ونبعثوها للجماعات المحلية. هاد الشكوى كنا سبق وتلقيناها عبر تطبيق نظيف من طرف مواطني حي باب علي. بعد ما تلقينا هاد الشكوى تنقلنا رفقة مصالح البلدية، رفقة مؤسسة إكسترانات، ورفقة أيضا مؤسسة أسخوت من أجل القضاء على هاد النقطة السوداء. مباشرة بعد وصول المعلومة للسلطات المعنية ينتقل عمال النظافة للقضاء على هذه النقطة السوداء. احنا رانا في المكان باب علي نديروا في حملة تاع نظافة، ونشكروا معنا الوكالة الوطنية للنفايات، وبالنسبة نطلبوا احنا من المواطنين، نطلبوا من المواطنين تاع باب علي واللي راهم حاكمين طريق هذونا للرمي العشوائي هذا يعاونونا وما نقول المحيط، ونستعمل تطبيق نظيف. نطلبوا من السكان باش يكتفوا الجهود ويتعاونوا معنا باش نقضيوا على هذه النقاط، وهذا باحترام المواقيت تاع رمي القمامه واحترام النقاط المحدده لرمي القمامه. ونطلبوا من المواطنين يديروا تطبيق نظيف بالانترنت. التطبيق مجرد وسيله، ويبقى وعي المواطن حلقه اساس في معادله الحفاظ على البيئه. نعم، وللتفصيل في هذا التطبيق وكيفية الاعتماد عليه كما قلنا في محاربة هذه الظاهرة، ظاهرة ربما المفارغ العشوائية، برنامج الظاهرة يسعد باستضافة السيدة فلا محي الدين، رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للنفايات. أهلا وسهلا بك. يعيشك بك، مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك على قبول دعوتي للبرنامج. إذا نتحدث عن تطبيق نظيف، وقبل أن نأتي للتطبيق مباشرة لأكيد أنه جاء كتتويج لمسار تنتهجه تعتمد عليه الوكالة منذ سنوات لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة رمي العشوائي للنفايات. قبل أن نصل إلى التطبيق، كيف كان هو المسار فيه؟ اولا نتكلم شويه على الوكاله الوطنيه للنفايات بلا كاين مواطنين ما يعرفوهاش. الوكاله الوطنيه للنفايات تاع مؤسسه عموميه تعمل تحت وصاية وزاره البيئه والطاقات المتجدده. هي ترافق الجماعات المحليه في مجال تسيير النفايات، يعني احنا نديروا المرافقه التقنيه. في هذا الاطار الوكاله اطلقت في 2017 رقم اخضر، هي سان سيرفيس بوبليك، يعني رقم اخضر كان مجاني، كانوا المواطنين يتصلوا عندنا يعني عبر هذا الرقم باش يمدوا لنا انشغالات تاعهم في مجال تسيير النفايات. ثم مع العصرنه والوكاله الوطنيه للنفايات واكبت العصرنه، يعني فكرت وطورت تطبيق اسمه نظيف. نظيف نظيف باللغه الفرنسيه ان دي اف، نظيف باللغه العربيه يعني يقدروا يلقاوه على بلاي ستور حاليا ان شاء الله عن قريب في لتطبيق لهواتف ابل. هل الرقم الاخضر ما زال يعني الان تعتمدون عليه؟ الرقم الاخضر بمعنى انه تم حجبه وتعويضه بهذا التطبيق؟ اولا كانوا في كانت وسيلتين متاحه للمواطنين باش يتصلوا فيهم يعني بالوكاله، فوالا بالوكاله الوطنيه للنفايات. ثم في 2021 اللي نحينا الرقم الاخضر لانه شفنا ان المواطنين مع كامل الناس عندهم دوكا دي سمارتفون هواتف ذكيه راحوا فيغ التطبيق هذا. نعم، يعني نديروا نقولوا الفرق بين تطبيق الرقم الاخضر اللي هو وشنو. الرقم الاخضر كان يتصل المواطن يعطينا العنوان، ما نعرفوش كي نبعثوا الجماعات المحليه اللي تروح على باش تنحي المشكل هذاك في مجال تسيير النفايات ما يعرفوش ولا بالضبط يعني المكان بالضبط. حنا فكرنا في هذا التطبيق اللي كان اطلقته الوكاله الوطنيه للنفايات في 2019. كانت النسخه الاولى كانت شويه مطوله، كان لازم تمد معلومات وكامل، ومن بعد بشويه بشويه كيبدا فيه تعقيدات معينه شويه يعني شويه ماشي بزاف تعقيدات. ثم مع طلب المواطنين وكامل عاودنا درنا نسخه ثانيه في 2020 اللي كانت شويه مسهله. صور كما شفتوا في الروبورتاج من قبل كانت خرجناها من الواقع، الناس تفهم واش معناتها لو تيب دو ديشي، يعني نفايات هذيك هي صلبه، هي نفايات منزليه ولا خضراء، لانه كاين انواع من النفايات. دونك يدير الطلب تاعو، والخاصيه لانه اللي هي عفوا انه كي يستعمل التطبيق النظيف هذا راح ياخذ صوره
وراح يكون تا موقع جغرافي يعني هنا باش نشوفوا نجيبوا صحه المعلومه بالضبط. يعني يكون عندنا العنوان بالضبط، يكون عندنا لو بوين اللي راهو يشكي عليه المواطن، تتاكدوا من الانشغال الحقيقي الذي يتحدث عنه المواطن، بعد ذلك نعم. تحددون التدخل. الوكالة الوطنية كيف تعتمد على هذا التطبيق ربما لحل انشغال المواطن والتدخل الفعلي في الميدان؟ بمعنى أنا استعملت التطبيق أرسلت إليكم هذه الصور، كيف تتحركون بعدها مع من تنسقون لحل هذا الإشكال أو رفع هذه النفايات العشوائية؟ خليني نقول لك برك أنه دور الوكالة لازم يعرف المواطن الوكالة أنها واسطة، يعني وسيط بين المواطن والجماعات المحلية. ماشي الوكالة اللي تخرج دير رفع نفايات ولا اللي تمد الحاويات اللازمة ولا لا لا. احنا هنا رانا باش نرفعوا انشغال وصوت المواطن في هذا المجال في الانشغالات المتعلقة بتذبذب جمع النفايات، عملية جمع النفايات أو نقاط سوداء أو مفارغ عشوائية اللي هي تكون كبار. الوكالة تاخذ الانشغال يعني يلحق انشغال المواطن، نفيريفيو نشوفوا صحه المعلومه، نشوفوا الصوره اسكو راهي تعبر عن نفسها بلي كاين اشكال في هذا المجال، ثم نشوفوا نبعثوها للجماعات المحليه تاع الولايه وتاع لا كومون اللازمه تاع البلديه اللازمه في هذيك الولايه ثم راح يكون نخلو 24 ساعه ومن بعد نتصلوا بالجماعات المحليه في هذيك الولايه. قال وشنو هو الاشكال، اسكو تحل الاشكال، وراه يكون كاين دي فوا الجماعات المحليه عندهم اشكال في لي موايا، يعني فو دير كو كاين الاستفسار عن المشكل، بمعنى ما الذي يمنع من رفع هذه النفايات باش نلقاو حل. نعم. حل هذا المشكل. هل منذ 2019 هكذا اصبح التطبيق يعني متوفر عبر الهواتف والمواطنين يمكنهم الاستعمال؟ بمعنى هل فيه ثمرة، هل فيه نتائج محققة على مستوى الواقع على مستوى الميدان؟ بمعنى الوكالة هل لها إحصاء معين، استطعتم حقيقة حل عديد من المشاكل على المستوى الوطني؟ نعم. منذ أن الوكالة أطلقت هذا التطبيق هكذا كانوا عندنا إحصائيات. نعم. إحصائيات من 2019 ل 2022 عندنا أكثر من 22 ألف شكوى في هذا المجال. ماشي كامل تحلت بالطبع، لكن كانت فيها وين تحلت وين نديروا خراجات ميدانية كي تكون مفارغ عشوائية، تكون ضرب صحة المواطن، تكون قدام مدارس ولا جماعات سكنية ولا فوالا، دونك نديروا خراجات ميدانية. يعني نقول ماشي احنا اللي نديروا رفع نفايات، نديروا فقط يعني كتشخيص الواقع. عندما تخرجوا للميدان تشخصون الواقع ونسيبوا الحل للاشكال، يعني نرافقوهم نخرجوا معاهم نديروا توعية وتحسيس ميدانيا مع المواطن، يعني نتعاملوا مع المواطن ديريكتومون. مع عبر هذا التطبيق ثاني راح يكون عندنا دي لي كونتاكت على المواطن، ما نقدروش نعيطوا لكامل المواطنين عبر 57 ولاية 58 ولاية عفوا، لكن نتصلوا بالمواطنين اللي عندهم الاشكال هذاك اللي يتعاود طول طون، باسكو كاين اللي يتحلوا ميم الجماعات المحليه دي فوا ما يعيطوناش ولا ما يقولناش بلي رانا حليناها ميدانيا، مي تتحل سورتو عمليه التذبذب في جمع النفايات هي عمليه يعني دوريه كوتيديانمون، دونك ما يرفدوش 24 ساعه ولا 48 ساعه يجوا يرفدوا، يكون عندهم اشكال بالك في الكاميون تاعهم ولا فوالا. نعم. باعتقادك سيده فلا، هل فيه اقبال من طرف المواطنين على استعمال التطبيق؟ بمعنى هل فيه حس المواطنة، لأنه كما كنا نتحدث قبل تحت الهواء كنت تقولي بأن الرهان هو على وعي المواطن، المواطن هو العملي، هو يعني العنصر الرئيس في هذه العملية قضية محاربة النفايات، هل فيه مواطن يقبل حقيقة يتحرك عندما يجد هذه النفايات العشوائية، أم أنه إقبال محتشم على مستوى التطبيق؟ على مستوى كمؤشر التطبيق. فقط على وعي المواطن الجزائري ولا غير كاين المواطن الجزائري واعي بصح ما يعرفش الطريقه كيفاش يوصل الصوت تاعو ولا الشكوى ديالو ولا ماشي كامل بالك ما يعرفوش التطبيق، يعني هو دور الاعلام جوستمون باش نعرفوا بهذا التطبيق باش وننسيت المواطن انه يستعمله. احنا واش نقولوا له، احنا كلنا مسؤولون هكذا، احنا شعار تاعنا تاع النظام الرصد والانذار هذا اللي هي بكوبيه تبقى بلاد نقيه، درنا شعار اللي هي كلنا مسؤولون نحطوا اليد في اليد. كيفاش نحطوا اليد في اليد؟ احنا حاولنا ورانا نحاولوا ومازالنا نزيدوا نحاولوا باش نحسنوا من الاطار المعيشي، ماشي الاطار المعيشي عفوا، من البيئه تاع المواطن. نعم. سي لو بوت تاعنا. دونك انا نشوف باللي كاين اللي ما يعرفوهش، ماشي كامل الناس تعرفوا، مي غير يعرفوا باللي كاين تطبيق اللي يقدر يشكي فيه ولا يقدر يمد المشكل تاعو في هذا المجال يحملوا ويستعملوا.
حنا رانا هنا جوستمون باش نقولوا للمواطنين حملوا هذا التطبيق استعملوه، وانه الوكاله الوطنيه للنفايات راهي في الخدمه باش توصل الاشكال تاعكم وباش ترافقكم في هذا المجال. هل الوكاله الوطنيه لها فروع على المستوى الوطني ام انه جهويه، بمعنى في كل جهه يوجد فرع؟ نعم. انها توجد 58 ولايه. نعم. الوكاله عندنا في وهران. في ولايه وهران حاكمه. نعم. جهه الغرب. الغرب. نعم. عندنا في غردايا، عندنا في قسنطينه، عندنا في عنابه في البرج، وعندنا لازاكسيون جينيرال هي في العاصمه. بمعنى انشغالات المواطن من كل جهات الوطن يمكن ان تصل عبر هذا التطبيق. نعم. ويمكنكم التدخل لحل هذا الاشكال. نعم. سناتي لنتحدث عن نقطه مهمه وهي قضيه التوعيه والتحسيس والتركيز عليهما من اجل محاربه هذه الظاهره المتعلقه بصحه المواطن مباشره وهو المتسبب فيها. في بعض الاحيان لا نحمله كل المسؤوليه، ولكن في مسؤولية كبيرة تتعلق بالمواطن. سنعود إليك بعد هذا الفاصل لمشاهدي الكريم، فابقوا معنا. كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يومياً من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا بكم من جديد، لازلنا معكم فيما تبقى من عمري ووقت برنامج الظاهرة لنهار اليوم، ولازلنا دائما
مع الاعتماد على التكنولوجيا من أجل محاربة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، وضرورة التركيز على وعي المواطن في محاربة هذه الظاهرة وهذه المظاهر في مجتمعنا الجزائري. ونتحدث عن تطبيق إلكتروني تم بحثه عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات، اسمه نظيف، يمكن تحميله عبر كل هواتف الذكية المتوفرة الآن. وتحدثنا عن هذا التطبيق وعن هذه الاستراتيجية في محاربة هذه الظاهرة السيدة فلاح محي الدين، رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للنفايات. تحدثنا عن العديد من النقاط وعلى أن التطبيق يعتبر يعني آلية من آليات محاربة هذه الظاهرة، ظاهرة رمي العشوائي للنفايات. لو نتكلم عن التوعية والتحسيس بالنسبة للوكالة، كيف تراهنون عليها؟ كيف تحملون المواطن مسؤولية أن يكون هو المبادر، هو الذي يبلغ وهو الذي يمتنع عن الرمي العشوائي وأن يلتزم ربما بكل الأطر التنظيمية لرمي هذه النفايات حتى يتم رفعها بطريقة سلسة؟ سيدة تطبيق هذا هو نوع من توعية والتحسيس. جاكي كل مواطن يروح يحوس عليه في متجر بلاي ستور ويحمله وعنده هذاك الوعي وعنده هذاك الحس البيئي اللي باش يغير البيئه تاعو باش ينحي المشكل هذا، لانه فيزوال ما بارلو ديجا كي تشوف النفايات واش ندير؟ كاين مواطن يقول لك وين نروح، عند من نروح، كيفاش ندير؟ دونك ديجا عنده هذا ديجا وعي وتحسيس. وحنا اترافير هذا التطبيق عندنا قلت لك احصائيات شفنا فيها باللي المواطنين اون جينيرال اللي يعرفوا التطبيق هي من ولايات الكبرى هكذا. دونك عندنا بزاف شكاوي تجينا من ولايات الكبرى. الوكاله الوطنيه للنفايات دير توعيه وتحسيس، عندنا ديجا الصفحه الرسميه ديالنا عندنا فيها بزاف لي سبوت هذوك اللي يهضروا على التوعيه والتحسيس، اننا ما لازمش نرميو وفي كل بلاصه، اننا لازم نروحوا فيغ الفرز الانتقائي للنفايات. يعني بكل بساطة يقولوا كان نحطوا القارورات البلاستيكية مثلا وحدها، وكالة الوطنية للنفايات تروح للمدارس ثاني، تروح للمدارس ديال التوعية والتحسيس للأطفال، لأنه على بالنا باللي طفل اليوم هو مواطن الغد، سي تري امبورطون. دونك الوكالة الوطنية للنفايات عندها هذا الفولي تاع التوعية والتحسيس بكل طرق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حملات تحسيسية ميدانية، خرجات ميدانية في المدارس. يعني عندنا كل زعما شاك سيبل عندنا لها توعية والتحسيس. نعم، تتواجدون أيضا عبر الفضاءات الإعلامية للحديث عن هذه الأساليب والطرق. هل فيه ربما شرط معين يعني على مستوى الوكالة حتى نتدخل وإيصال الانشغال إلى السلطات المحلية؟ بمعنى هل كل شكوى تحولونها للسلطات المحلية، أم أنه النفايات لابد أن تكون بحجم معين بسوء معين بين قوسين حتى بعد ذلك الوكالات تقول بأن هذا الانشغال لابد أن يصل إلى السلطات المحلية، أم أنه كل الشكاوى بالنسبة لكم تأخذونها بعين الاعتبار؟ كل شكوى متعلقة بمجال تسيير النفايات الوكالة تأخذها بعين الاعتبار. يعني من تكون تذبذب في عملية جمع نفايات أو رفع النفايات يعني بسيطة حتى المفرغة العشوائية، هادو كامل الوكالة الوطنية للنفايات تأخذهم على الاعتبار وتبعتهم للجماعات المحلية وتعمل بنفس الطريقة. إلا الخرجات الميدانية، الخرجات الميدانية نخرجوا كي تكون مفرغة عشوائية كبيرة ويكون لازم فيها توعية وتحسيس، ونديروا دي سيونس دو ترافاي مع الجماعات المحلية باش نشوفوا الحل واش من الماتيريال لازم يجيبوا، نديروا توعية وتحسيس على مع المواطنين باش يتعلموا، ماشي يتعلموا لا، باش يعودوا يحترموا أوقات رمي النفايات ويحترموا المكان ثاني، لأنه الرمي العشوائي ثاني هو علاش رانا نلحقوا لهاد المفارغ العشوائية وهاد النقاط السوداء؟ لماذا؟ لانه كاين رمي في كل الاوقات في كل الاماكن. يعني لا لازم يكون لكم ما هو اكبر هاجس عند المواطن؟ بمعنى واش هو الشيء اللي تعب يتعبكم كوكاله وبالتالي يتعب السلطات المحليه وايضا الشركات المختلفه في رفع النفايات؟ هل هو فقط هذا الرمي خارج اطار الاوقات المحدده، ام عدم فرز الانتقائي؟ ما هو اكبر مشاكل التي تقلقكم بالنسبه اليكم كوكاله؟ كل طرف يحمل مسؤوليه الاخر. وانا واش قلت لك مقبل، قلت كلنا مسؤولون، يعني صحيح. كل واحد عنده اون بارت دو ريسبونسابيلتي في هذا الاشكال انا نعاني منه كوتيديانمون، انا كاع عايشين فيه، نتضرر منه جميعا جميعا طبعا. يعني احنا الاشكال هنا دوكا يقول لك نحكي لك مثلا على الخرجات الميدانيه اللي نديروها وين نقابل المواطن ونسمعوا الانشغال تاعو. يقول لك ما كاش حاويات، ما يكفيناش ولا ما كانش ولا كاين، وين
كاين وين خرجنا ميدانيا وين الجماعات المحليه حطوا لهم حاويات، بصح هذاك المواطنين ما قبلوهاش لانه يقول لك انا ما ديرليش قدام داري، الاخر الجار تاعي يقول لك يعني سي اوكا باركا. يعني انا واش نقول لهم؟ لازم تكون نقطه ترفع النفايات، ما نقدروش نرموا في كل مكان في الكارتي ديالنا، دونك لازم تكون النقطه هذيك، لازم نحترموا الوقت، ماشي كل وقت نرميو. صحيح، هي اللي وين كيف يتم تحديد وقت رفع النفايات من طرف البلديه، طرف جماعات محليه، البلديه هي اللي تحددوا. يعني على بالهم الكاميون تاعهم على قداش يجوز، ما نرميوش. نتمنى نعم نتمنى ان شاء الله ان يكون وعي كبير عند المواطن حتى يتجنب مثل هذه السلوكيات التي تضر بمحيطه وتضر بصحته مباشرة. السيدة فلا محي الدين، رئيسة مصلحة هكذا بالوكالة الوطنية للنفايات، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن تطبيق نظيف من أجل القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، فشكرا جزيلا لك. نلقيك في مناسبات أخرى إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج الظاهرة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحية الفريق الفني الذي خدمكم في هذه الأمسية، وأيضا تقبلوا تحيات هيئة الإشراف. أترككم اليوم على خير وألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.